يا هلا وسهلا، انت الحين موجوده في سوق الحريم. نبغى نتعرف على هذا السوق يوم سند. اول شيء اعطينا معلومات عنه وكم صار لك فيه. حياك الله. بالنسبه للسوق الشعبي هذا قديم زي ما قلتوا، له يمكن تقريبا 30 سنه، ومع التطور والتجدد الحمد لله حصلوا على مبنى جميل ووسيع، والحمد لله يعني شيء طيب. الأمهات موجودات، حرفين الحرفيات وفيهن التاجرات، فالحمد لله يعني السوق طيب عندنا. جميل. طيب أم سنة، صحيح يجيكم زوار من دول الخليج يعني بضايعهم وشغلهم؟ نعم، يجينا زوار من دول الخليج بكثرة ويزورونا كل سنة. جميل. وفي الموسم خاصة موسم الربيع وموسم الشتاء يعني بلا صح. جميل. كنت حتتكلمي عن المنتجات الموجودة في السوق، تفضلي أم سند. وفي تطور يعني السوق فيه تطور كل سنة أحسن. حيات الله يا حبيبتي سارة. بالنسبة للمنتجات تختلف من كل يعني شيء عن شيء، أفضلها هو إنتاج اليدوي، يعني الشغل اليدوي إذا كانت المرأة تشتغل بيدها هذا أفضل شيء عندنا. وش الأشياء اليدوية اللي تشتغل؟ منتجات تجارية مستوردة. بالنسبة لي أنا كحرفية، أنا حرفية من بارع يطول العمر، حرفة السدو، وهذه الحرفة حرفة قديمة تورثناها من الآباء، من الأمهات قبل والجدات، فهذه اللي هو الحرفة هذه قديما كانت تبني المرأة السعودية البيت، بيت الشعر منها، يعني تغطي منها يعني البيت كامل. يعني الحين احنا الحمد لله في البيوت الفلل وفي الأشياء هذه، قبل كانت هو البيت هو هي أساسها المرأة، تبني البيت وتسوي المنسوجات مثل اللحف، مثلا الغطيان اللي تكون بين الرجال والفواصل بين الرجال والنساء، ومثلا مقدم البيت يكون مسكر مغطى. عظيم. هذه بالنسبه لل هذه بيدين النساء، يعني ايه؟ النساء القديمات هذه المشغولات اللي يرجع للمنتجات اللي هي المنتجات اليدويه. نعم، هذه اللي افضلها. يعني عندك منتجات حيوانيه يعني تختص بنفس الشيء اللي هم البدو، مثلا عندك الشعثاء، عندك الإقط، عندك اللي هو مشتقات الحليب، وهذا كله من وين؟ من مصدر الثروه الحيوانيه. جميل. يعني كانوا يستخدمون هذه الاشياء، تستخدمها المراه يعني كل شيء كامل. فيها اشياء ثانيه اللي هي يعني كيف كانت الغرز عندهن، وهذا الشيء اللي يعني اتمنى ان يعني يظهر للنور، يعني اللي هو يعني شوف اشكال الاشياء اللي هن يسوونها. فكان هن لا درسا ولا تعلما، ولكن سبحان الله الله وهبهن اشياء الله يعني جميله جدا. فكان يستعمل ان غرز عديده يعني قليل هالحين اللي يعرفها. وش القطعه ذي يوم سند اللي بيدك؟ ايوه. وش وكم سعرها هذه؟ تفضل. هذه القطعة تعبر عن السدو يعني في الماضي، هذه صغيرة يعني نموذج، فهمت علي؟ هالحين صرنا نستخدمها للشال أو شنط صغيرة يدوية، يعني إيه مثلا، أو شال يستخدمون للشال، وأسعارها يعني غالية، لكن حسيت أن أكثر ما يرغبها هو اللي برا المملكة يعني، وهذا يحزنني جدا لأني أتمنى أنه يكون يعني داخل البلد. جميل. بس هي غالية لأنها صناعة يدوية، ومعروف دائما الأشغال اليدوية تكون غالية. خليني أسألك عن علاقتكم بالبلدية. نعم. أم سند، يعني إن شاء الله أن أخواننا وزملائنا. نعم. بالبلدية حيكون صدرهم رحب ورح يتقبلوا أي اقتراحات رح تقوليها. نعم، البلدية احنا وشنا للبلدية؟ البلدية هي اللي أسست لنا السوق، هي اللي محافظة على الأماكن عندنا، لكن اللي يعني لابد من الملاحظات يكون بيننا وبينهم، أو لابد من الأشياء اللي هم واجب علينا تنفيذها، وهم بعد كذلك أنهم يجب عليهم مراعاتنا فيها. وش الملاحظات يوم سنة؟ تقول اللي بخاطرك. فهمتي؟
الملاحظات عندنا مثلا في السوق فجأة يجون يفتشون على السوق، هذه المفاجأة تفاجئنا يعني كنساء، وبعض الحريم كبيرات في السن ما يدرن عن هذا الوضع. فعندك مثلا يقولون لك لا تحط مثلا عندك أجنبية مثلا. طيب أنا اضطريت في يوم من الأيام أو شيء، فخذيت أحد من البنات المواطنات اللي يكونن مقيمات، قصدي مقيمات في نفس البلد، فجأة يجون يعني. الشيء الثاني اللي أنا ملاحظته بكثرة هو كثرة العمالة الرجال، وهذا الشيء اللي أنا أنكره ولا أبيه، حيث يتواجدون في المحلات يقومون بالغزل ويقومون بالنسيج، وهذا الشيء اللي أنا ما أرضاه كثيرا، ما يعني كثيرا ما دائما أصرح عن هذا الشيء وأعترض على هذا وجود هذه العمالة. القانون قانونيا وجود أنا ما أشوف فيه مانع وجود العمالة في السوق قانونيا ممنوع. والله نسمع انه ممنوع لكن ما نشوفه حقيقه، بالعكس العماله ابواب بكثره، خصوصا وقت الصلاه شوفهم يطلعون المسلمين والغير مسلمين متواجدين، حتى انهم ضيقوا علينا الله يكرمكم في دورات المياه لما بنجي نستخدمها، مما اضطرنا نتخسر ونبني دورات مياه كل وحده اللي بداخل غرفتها واللي بجنب مبناها. بلغتم يوم مساند البلديه ونبغى الستر يعني، وهذا هو المقصود. بالنسبه لي انا نعم 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 يعني أكثر من مرة وأكثر من يعني ويعني الإخوان هناك ما يقصرون، ولكن لما ألمس على الأرض شيء وطلبت بكاميرات حتى يكونون يشوفون يلاحظون العمالة كيف تصرف عندنا ولا يلوموننا في هذا. ثاني حاجة أن يطلب من الأخ أبو ناصر الله يسعده ويوفقه أنه يلاحظ هو بنفسه، لا يأخذ من الإخوان، بعضهم هم مجتهدين ولكن بعضهم يكون صغير سن أو بعضهم ما يفهم علينا كنساء. تمنيت يجينا يزورنا نساء، زارنا مره من الدمام بعض الخوات جزاهن الله خير، تفهم معنا وفهم علينا. يعطيك العافيه ام سند، كنتي معنا من النعيريه، شكرا لك. يعطيك الف عافيه، وصوتك وصل للبلديه ان شاء الله يحلون كل المشكلات عشان يظل هذا السوق بجماله وايضا ببيئته اللي تساعدكم كاسر منتجه.